with you, Ms. Shayma Munir. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة Islamic New Year. النهاردة أول يوم في السنة الهجرية الجديدة. كل سنة والأمة الإسلامية ومصر دايما بخير. زي ما انتم شايفين كده أنا النهاردة بعمل باربيكيو بارتي، حفلة شواء. مش قادر أقول لكم بقى، الريحة فظيعة جدا وطبعا الطعم أكيد حلو. كان نفسي كلكم تكونوا معايا النهاردة. زي ما انتم شايفين كده انا حاطه تشيكن، بعملها جريلد تشيكن يعني فراخ مشويه، وكمان حاطه جرين بيبر فلفل اخضر، وحاطه كمان اونيون بصل، بحبه جدا يطعمه مشوي بيبقى خطير جدا. استنوني النهارده وبقيه اليوم واقول لكم انا بعمل فيه ايه. استنوني. هاي ايفريوان، كل سنه وانتم طيبين. زي ما انتم شايفين كده احنا خلاص خلصنا الشوي بتاعنا. عندنا هنا جريلد ميت لحمه مشويه، وهنا جريلد تشيكن اللي احنا كنا شويناها مع بعض. هنا عندي بوتيتو بس انا محمراها في الفرن. هنا عندي كول سلو، سلطه الكول سلو، هي سالاد with cabbage and other vegetables. اوكي، هنا عندي تهيني، سلطه الطحينه تهيني. طبعا ما ننساش طبعا اساسي العيش bread. اوكي، اسيبكم بقى اروح اتغدى وارجع لكم تاني نكمل الروتين. استنونا. باي. هاي ايفريوان، وذ يو مش شيماء منير. رجعت لكم تاني، معايا لامار وليندا. النهارده احنا هنعمل زي ما انتم شايفين كده الشكل الغريب ده، هنعمل النهارده ذا كيف اوف هيرا، غار حراء. النهارده بمناسبه راس السنه الهجريه هنعمل مع بعض غار حراء. احنا هنا شايفين دي التولز اللي معايا النهارده، معايا كانسل. اوكي، معانا اكتر من لون اهو، وهنا معانا تريز، ومعانا برضو الشمع الخاص بمسدس الشمع، وهنا عندنا الادوات بتاعتنا كلها. احنا اول حاجه ظبطنا الحاجه اللي احنا هنعملها دلوقتي دي، وارجع لكم تاني ونشوف هنعمل مع بعض ايه. استنونا. هاي ايفريوان، كل سنه وانتم طيبين. احنا النهارده قاعدين بنعمل مع بعض اكتيفيتي، نشاط زي شكل جبل كده. اوكي، هنعمل مع بعض نشاط النهارده ذا كيف اوف هيرا اللي هو غار حراء. النهارده بمناسبه اسلاميك نيو يير، السنه الهجريه الجديده، كل سنه وانتم طيبين. فاحنا قاعدين النهارده بنعمل مع بعض الاكتيفيتي ده. اوكي، احنا جبنا كراتين وغلفناه على شكل جبل، حطينا تو كولرز. اوكي، هو مش باين قوي، حطينا تو كولرز اليالو والاورنج، وبعدين احنا جينا عملنا الكهف من جوه اهو، غلفناه باسم بس احنا لسه ما ثبتناهوش اهو، بنثبته بمسدس الشمع زي ما انتوا شايفين كده يا اصحابنا اهو بنعمله. وبعدين هنيجي احنا عملنا بالشمع برضو، وريني يا ليندا. الله، احنا عملنا خطوط السبايدر، هنبتدي نحطها هنا. اوكي، هنثبت كل ده بقى ونرجع لكم تاني. استنونا. رجعت لكم تاني، انا خلاص لزقت الشبك بتاع السبايدر وعملت نوت فوق كده السبايدر اهو، قصيت سيركل كبيره وحطيت سيركل صغيره بحيث ان دي الهيد وده البادي. اوكي، هنعمل دلوقتي بقى الليجز بتاعته، هنثبتها. اوكي، هنثبتها كده من فوق زي ما انتم شايفين كده اهو. هنعمل دلوقتي الليجز بتاعته وهرجع لكم تاني. اوكي، احنا كده ماشيين مع بعض ستيب باي ستيب، هخلص وارجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني. زي ما انتم شايفين كده انا ثبتت السبايدر من فوق، محدش يضحك على السبايدر بتاعي. اوكي، ثبتنا السبايدر من فوق. اوكي، وبعدين احنا هنا هنكمل بقى بقيه الشكل بتاعنا. البنات عندي بيضحكوا على فكره على الشكل بتاعي، صح؟ بيضحكوا؟ لا لا. اوكي، عملنا هنا شكل الجبل. اوكي، زي ما انتم شايفين كده في كالرز كتير. في كالر ايه يا ليندا؟ في عندنا ايه؟ يلو اورنج اورنج، وعندنا براون بلاك اند وايت. اوكي، طيب احنا بقى هنكمل مع بعض. هدي ليندا الكانسل البراون ده. اوكي، ليندا هتقص عشان نكمل بيه بقيه الفينشينج، ولامار هشوف لها حاجه تعملها. هنكمل دلوقتي البيردز. اوكي يا لامار، اوكي، ناقص دلوقتي نحط البيردز والنست. اوكي، اوكي. العش بتاع العصافير اللي كانت قاعده على الكهف من بره، هنخلص بقى دلوقتي ونرجع لكم تاني. ما تروحوش في اي حته، مش عايزه حد يضحك على حاجتي تاني. اوكي، استنوني. اوكي، احنا خلاص بعد ما عملنا الفينشنج الاخير، دلوقتي احنا جايبين عندنا فين يا ليندا تريز؟ اهي تريز. اوكي، جايبين هنا تريز. اوكي، هنبتدي نلزقها لمرة، هتلزقها هي وليندا على الحروف بتاعه الكيف. اوكي، يلا بينا.
يلا يلا اوكي انا هحط لكم الشمعه عشان خاطر it's very dangerous خطر جدا ما ينفعش الاطفال يستخدموه عشان بيأذيهم يلا يا لينتا حطيه اوكي watch your fingers اوكي هو ما سبيتش قوي بس هو المفروض ان هو ايه لامار بس خدي بالك بقى لامار ان ده ملوش زي ده فاحنا ايه ممكن نحطه كده اوكي انا هحط لك وانتي حطي عشان خاطر انا هلزقه عشان ايدك ما تتسعش سوري اوكي ده لسه ناقصه دي كمان نحطها كده يلا حطي هنا يس بليز Wow. It looks good, right? Yes. It looks good. Oh my god. Okay. That's it. بصوا بقى احنا حطينا التريز ازاي شكلها بقى جميل جدا. ناقص دلوقتي البيردز والنست، اوكي؟ هنحاول نعمل النست بالعصيان دي هنكسرها ونعملها نست، اوكي؟ اوكي. هنعمل النست ونرجع لكم تاني. Hi there. رجعنا لكم تاني واخر جزء معانا النهارده في الفيديو. انا قصيت كسرت العصيان دي عملتها نست وعملت هنا برنت اوكي طبعت البيرد ده من عندي عملته له من برنتر وطبعته وقصيته وحطيته بالشكل ده وجبت البيضه الجميله بتاعتي دي الحلوه دي من الثلاجه جبتها عشان ما استخسرش فيكم حاجه عشان انا مكلفه اوكي وحطيتها بالشكل ده كده وده شكل خلاص تكيف اوف حراء اوكي الحراء الهدف النهارده من الفيديو اللي انا حبيت ان انا اشارك معاكم اليوم الجميل النهارده بما انها راس السنه الهجريه كل سنه وانتم طيبين كل سنه وانتم سعده كل سنه وانتم دايما بخير هسيب الفيديو بقى لبناتي نختم يلا اقول لهم ايه كل سنه وانتم طيبين نشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني thanks for watching and see you soon bye Hi everyone رجعت لكم تاني واحنا هنتكلم دلوقتي على new words الكلمات اللي انا قلتها في الفيديو الخاص بـ The Islamic New Year رأس السنة الهجرية يلا بينا نبتدي على طول ونشوف الكلمات Let's start احنا قلنا في الفيديو كلمة barbecue party وهي حفلة شواء barbecue party اوكي كمان قلنا grilled chicken وهي الفراخ المشوية grilled chicken green pepper فلفل اخضر green pepper كمان قلنا onion بصل onion okay coleslaw وهي سلطة coleslaw هي عبارة عن cabbage وبعض الخضروات okay cabbage وهو الكرنب او الملفوف okay تهيني وهي سلطة الطحينة اللي احنا كلنا بنحبها تهيني cave of Hira وهو غار حراء cave of Hira nest عش nest اوكي كمان قلنا في الفيديو spider عنكبوت spider اوكي لسه مكملين مع بعض الكلمات bird طائر او عصفور bird okay trees اشجار trees okay هنا نجمع بعض للcolors احنا قلنا yellow اصفر yellow كمان قلنا orange برتقالي orange لسه معانا الcolors okay brown بني brown كمان قلنا black وده اخر color معنا واخر كلمة خاصة بالفيديو ده ما تنسوش تعملوا like و share و comment حلو زيكم thanks for watching and see you soon thanks for watching and see you soon bye